في آخر الأسبوع الماضي في خلال مكالمته مع وزير الخارجية بلينكن، أعاد السيد رئيس الجمهورية التأكيد على أن هناك من ينقل صورة مشوهة عن تونس. ورغم ذلك اليوم المرصد الدولي لحقوق الإنسان في تونس عبر عن انشغاله الكبير لتبعات الإجراءات الاستثنائية غير الدستورية وفق نفس البيان، ويقول أن هذه الإجراءات للأسف الشديد تزامنت مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات القانونية المتواصلة، خصوصا أو أنها أخذت أن هذه التضييقات قد أخذت ما أسماها بالمنحى انتقامي أساسا ضد نواب البرلمان. أنت كناشط حقوقي في جمعية الضحايا بجنيف، هل ترون الأمر كذلك؟ طيب، شكرا الأستاذ حسين على الدعوة. أهلا وسهلا. كما ذكر النائب والأستاذ المحامي بشر الشابي، اليوم كانت ندوة حقوقية متخصصة حول ماذا؟ حول وضع البرلمان والانتهاكات التي أصابت النواب وأصابت البرلمانيين، وهذا من في معروف في عرف الندوات الحقوقية، أن في مرات نتحدث في العموم، نتحدث في وضع حقوق الإنسان بصفة عامة، ولكن في مرات لما تكثر الانتهاكات وتكثر الاعتداءات وتجاوز حقوق الإنسان نصبح مجبورين على أن نخصص ندوات متخصصة. في هذا الإطار كانت الندوة حول البرلمان والانتهاكات الجسيمة للبرلمان والبرلمانيين بالشراكة، وأؤكد بالشراكة مع نادي الصحافة السويسري وهذا الصرح الدولي الموجود في جنيف، والكل يعلم ماذا يعني نادي الصحافة السويسري، وحتى الذين يتابعوننا والذين يحاصروننا من بعيد ومن قريب يعني أصابهم الرعب لما سمعوا بهذه الندوة وسمعوا بتنظيم محكم ومهني ويعني على المستوى عالي. إذن المسألة تجاوزت كل الحدود كما قلت في السابق، أصبح وضع حقوق الإنسان في تونس يعني مس كل المجالات كما قلت، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية، بالتالي أصبحنا نحن كحقوقيين وكمجتمع مدني دولي عوض أن نتحدث في العموم ونسرد كل الانتهاكات أصبحنا نتخصص، كل مرة سنأخذ ملف وكل مرة سنأخذ موضوع. اسمح لي أستاذ حسين، قبل أن بدأت في الإجابة على السؤال أو قبل هذا، نترحم بدأت كما قلت في السابق أن هناك وصلنا ليس الانتهاكات فقط، بل وصلنا إلى القتل وما صار في مدينة عقارب إلى الآن، وننتظر تكوين لجنة مستقلة شفافة وعاجلة لكشف الحقيقة حول قتل الشهيد عبد الرزاق لشهب. نحن طلبنا في بيان رسمي وننتظر من سلطة الانقلاب أن تكشف لنا حقيقة هذا الاقتلال القتل. اليوم سمعنا أيضا، ونترحم بالمناسبة على الأخت زوجة النائب عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة، ومن بين الأمر صحيح الأعمار بيد الله، ولكن من بين الأسباب هو التأخر في المعالجة وعدم حصول حق لهذا النائب وزوجته في الضمان الصحي والضمان الاجتماعي وحقه في التداوي في المستشفيات، مما أجبره صحيح يعني يقال أنه قامت بعملية أولى وعملية ثانية، نعم، لكن قامت بهذه العمليات خارج المنظومة الصحية وبدون دعم يعني الدعم الصحي، وتعلمون وكما يعلم وسيتحدث الأستاذ بشر هو أدرى بذلك أن النواب الآن صحيح ليس لن نتحدث على حالة اجتماعية أنهم منعوا من المنحة ومنعوا من الضمان الاجتماعي وكذا، لكن هذا حصار لحق يكفله القانون الدولي، تكفله المعاهدات الخاصة
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية، ويكفله أيضا الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان. وإذا أردت، ونحن على أبواب 10 ديسمبر نتحدث قليلا الأستاذ حسين عن بنود وفصول هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأتساءل أين هم أصدقاؤنا الحقوقيين الذين كانوا يحاججوننا بأن نتبنى المبادئ الكونية ومبادئ حقوق الإنسان والمنظومة الكونية والمنظومة الحقوقية. يعني هاته المعاهدات وهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسنتطرق إذا تسمح، لأنه مهم جدا أن يسمع المشاهد ويرى المشاهد أن هناك حقوق كما كفلها الدستور التونسي، أيضا كفلتها المعاهدات الخاصة والإعلان العالمي عن حقوق الإنسان، فيما يخص حق التنقل، فيما يخص حق العمل، فيما يخص حق يعني الحق في الصحة والحق في الاستفادة من المنظومة الصحية والحق في الانتخاب والحق في الديمقراطية والحق في حياة كريمة والحق في العمل. وبالمناسبة نحيي يعني الحراك المجتمعي، حراك المواطنين في تونس، حراك العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا. نعم. نساندهم بكل قوة على معناها من أجل حراكهم المجتمعي. نعم. المدني السلمي، وسنأتي على ذلك. نعم. فيما